يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت خلف إمام صلاة العصر ثم ركع ولم أكمل الفاتحة فأكملتها، فرفع الإمام من الركوع فركعت وتابعته بعد ذلك. أخطأت في هذا، أخطأت في هذا. إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وتسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة لعدم الإمكانية. نعم. ويقول حفظك الله، وهل علي أن آتي بركعة الآن؟ يقول هل علي أن آتي بركعة؟ ركع ركع، لكنه بعد الإمام، بعد ما رفع الإمام ركعه، لكن نقول صلاته صحيحة ولا يعود لمثل هذا. إذا ركع الإمام يركع معه ولو كان ما أكمل الفاتحة. نعم.